ننتقل الآن إلى القاهرة ونستضيف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي. مساء الخير سعادة السفير حسام زكي، نود أن يعني أن تطلعنا على ما ترتب من هذا الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الجامعة العربية اليوم. شكرا لحضرتك. هو الاجتماع اليوم كان مهم لأنه يدلل على مقدار الأهمية التي يحظى بها موضوع السودان والتطورات في السودان على المستوى العربي عموما. الاجتماع أصدر بيانا منذ قليل، والبيان فيه بعض الأمور الهامة، وأهمها كما قلنا منذ الأمس ضرورة وقف التصعيد ووقف إطلاق النار بشكل فوري والعودة إلى مرحلة الهدوء والاستقرار. أيضا هناك دعوة للسفراء العرب في الخرطوم لكي يكونوا ممثلين للجانب العربي بشكل جماعي لدى السلطات السودانية والأطراف والكيانات السودانية، أيضا لتحقيق الغايات الموجودة في هذا البيان بالتنسيق مع الأمانة العامة. وأيضا هناك طلب من الأمين العام لتنفيذ ما ورد في البيان من خلال اتصالاته ومن خلال تحركاته في هذا الشأن. إذن هو منهج متدرج تبناه المجلس اعتبارا من جلسة اليوم، وهو قرر أن يبقى في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة التطورات، بمعنى أنه يمكن أن ينعقد في أي لحظة وأن يتخذ أي قرار أو إجراء أو يعني أي شيء من هذا النوع لمساعدة الإخوة في السودان على استعادة الهدوء والاستقرار والعودة إلى المسار السياسي والسلمي الذي كانوا بصدده قبل اندلاع هذه المواجهات. سعادة السفير حسام زكي، هل هناك أي اتصالات على أي مستوى بين الجامعة العربية والأطراف السودانية التي تتقاتل الآن، إن كان دجلو أو أيضا البرهان؟ لا، حتى الآن، حتى ساعته لا توجد اتصالات، ولكن طبعا من المتوقع أن تبدأ الاتصالات عقب الاجتماع الذي حصل وانتهى منذ قليل، ويمكن البدء في الاتصالات والتحركات كما قلت بهدف استعادة الهدوء ووقف التصعيد. مسألة وقف التصعيد هي مسألة مهمة، لأن رقعة التصعيد إذا ازدادت عن هذا فهذا ينذر بعواقب يعني وخيمة على البلد وعلى مقدرات البلد وعلى أمن وسلامة المدنيين في السودان، وهذه كلها أهداف نسعى للحفاظ عليها. فالإجابة على سؤالك، الاتصالات تبدأ من بعد قرار اليوم أو بيان اليوم، وإن شاء الله نسعى إلى أن نحقق شيء من خلالها. سيد حسام زكي، كانت هناك مبادرة أو استعداد للوساطة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الرئيس سالفا كير مياردت، هل تتقاطع مساعيكم في الجامعة العربية مع هذه الوساطة التي عرضها جنوب السودان وعرضتها مصر؟ هل تتقاطع بمعنى تتعارض ولا لا تتكامل؟ تتقاطع أو تتكامل. نعم، لن نعم. تتعارض جهودنا مع أي طرف. تتكامل وارد، لكن لن نتعارض مع أي طرف. نحن يعني نمثل المنظمة العربية الأم، لا هم لدينا سوى مصلحة وخير الشعب السوداني واستقرار الدولة السودانية، وبالتالي كل ما من شأنه تحقيق هذه الغايات فنحن
نقف معه ونؤيده. إذا كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصدد دعوة لشيء، فبالتالي الجامعة تؤيد تحركه. إذا كان هناك تحرك في نفس هذا الإطار من جانب رئيس جنوب السودان، فأيضا لا نمانع في ذلك، ويمكن أن احنا نؤيده أيضا طالما أو حالما تعرفنا على عناصر هذه المبادرة. لكن كل الأمور الآن في إطار الحديث الإعلامي. لا ننسى أن المبادرات كلها أو الأحداث كلها بدأت أمس وأخذتنا كلنا بشكل سريع، ومر يعني يدوب الآن أكثر من 24 ساعة، فنرجو يعني أن يعني نمهل بعض الوقت لكي نتعرف على كل الوساطات المطروحة. ولا شك أنه الجميع أو في قوى كثيرة تريد الخير للسودان، كما أنه هناك دائما من يسعى لتحقيق مصالح لا تتفق مع الصالح العام للبلد. ماذا عن القوات المصرية المتواجدة في السودان؟ هل هناك مساعي من أجل أن يصلوا بسلام إلى مصر؟ يعني هو هذا الموضوع لم يناقش في الاجتماع اليوم، وفهمي من الإخوة المصريين أن هناك جهد مصري كبير يتم مع المعنيين في الجانب السوداني اللي هو قوات الدعم علشان خاطر إنهاء هذا الوضع بأسرع وقت ممكن. فيعني نتمنى لهم السلامة كما نتمنى السلامة لجميع السودانيين مدنيين وعسكريين بالمناسبة، لأنه ليس من المقبول أن تراق دماء سودانية بالذات في هذا الشهر الكريم وفي هذا الوقت لأسباب لا تبدو لنا الحقيقة واضحة أو مبررة. معلش سعادة السفير، يعني أنا أعيد مرة أخرى أن أطرح السؤال فيما يتعلق بالمساعي التي تقوم بها الجامعة العربية الآن في هذا التوقيت. هل هناك تصور للجامعة كيف يمكن أن يعني تحل هذه المعضلة الآن؟ هل تؤمن الجامعة بجمع طرفي الصراع على طاولة مفاوضات واحدة؟ يعني طبعا كده حضرتك دخلتي في تفصيل ما يجب عمله حتى نصل إلى اتفاق، وده أمر في اعتقادي سابق لأوانه. الآن هناك صوت المدافع والحرب والرصاص، نأمل أنه في يعني بضغط عربي ودولي مكثف على الأطراف تتوقف هذه المواجهات حتى يمكن أن نرى ما الذي يمكن عمله ل يعني استعادة الهدوء. كلنا نفهم أو على الأقل نحن في الجامعة نفهم لماذا وصلت الأمور إلى هذه النقطة بعد يعني تصعيدات مستمرة في الفترة الأخيرة. وأعتقد أنه الجميع في السودان كان يرى أنه ممكن أنه تحصل مثل هذه المواجهات وإن كانت أجلت لفترة ما. لدينا أفكارنا في هذا الشأن، نفضل أن احنا ننتظر إلى حين القدرة على التواصل مع الطرفين، ونرى طبعا ما هي الوسيلة المثلى لكي نحصل على أفضل نتيجة للهدوء والاستقرار في السودان. طيب سؤال أخير سعادة السفير حسام زكي، مندوب الجامعة العربية قال بأن ما يجري في السودان شأن داخلي ودعا لضرورة ترك الأمر للسودانيين. هل هناك خشية برأيك من هو مندوب السودان في الجامعة العربية
قال بأن ما يحدث في بلاده شأن السودان. داخلي أوكي. وأكد في اجتماع لمجلس الجامعة العربية على ضرورة ترك الأمر للسودانيين. هل هناك خشية من تدخل أطراف دولية ربما ستزيد الصراع اشتعالا؟ يعني خصوصا وأنه مندوب الجامعة تحدث بأن هذا شأن داخلي. شوفي حضرتك، أنا حضرت الاجتماع كله من بدايته. هو أنا استمعت طبعا لمداخلة الأخ السفير مندوب السودان وتفسيري لها، وهي كانت واضحة يعني، وكان على الملأ في الإعلام. هو تحدث عن أنه ما حدث طبعا شأن يخص السودانيين وهذا أمر طبيعي، ولكنه تجاوب بالكامل مع نص البيان الذي توافقت عليه الدول العربية، وبما يعني أنه مؤيد لهذا أو دولته. هو يمثل السودان ووزارة الخارجية السودانية ومجلس السيادة الانتقالي والحكومة السودانية، وبالتالي هو يتحدث بلسان السودان، وعلى علمي أنه كان متوافق أيضا مع الجميع في هذا الأمر. طبعا لا شك في أننا نعلم أن السودان بلد يعني في تعقيدات وتشابكات كثيرة جدا، وفي رؤى مختلفة تخصه، في أيادي مختلفة تحاول أن تحقق أهدافها بداخله. طبعا هذه الأيادي ليست كلها على وفاق، وهناك اختلافات وخلافات ما بينها، وربما تأثير ذلك بيحصل على الساحة السودانية، ونرى بعضه الآن مما يحدث على الساحة. فنأمل أنه يكون هناك قدر من الثقة في جامعة الدول العربية باعتبارها لا تهدف سوى إلى مصلحة الشعب السوداني ومصلحة الدولة السودانية العليا من هدوء واستقرار ونمو والحفاظ على وحدة البلد وسيادته. وهذه هي أهدافنا التي نسعى إلى تحقيقها ولا نزيد عليها شيء. شكرا سفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، نتمنى لكم التوفيق في مساعيكم لوقف إطلاق النار وإنهاء هذا الاقتتال الداخلي. شكرا لك.